قدوتنا ولديه ما نهتدي به في أمور حياتنا وأمور ديننا، ومن ميلها الأمور الفن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، لا تتوقعوا مني أن أخوض في الفن وفي أصنافه وأنواعه، فلست بفنان، ولست أيضا بمتطفل على الفن، ولكن قد تتوقعون مني أن أتحدث عن جانب آخر، والجانب الشرعي في هذا الموضوع. طبعا الجانب الشرعي إذا تحدث فيه الإنسان فإنه لن يجامل أحدا، وبالتالي سأحاول أن أتحدث قليلا عن هذا الموضوع. ليس لدي ربما الصحة الكافية لأتحدث عن كل جوانب موضوع الفن. أولا، هذه الكلمة لم تكن معروفة في العصر الأول لهذا المعنى، وإنما أتى على الناس الخطأ من وضع الأسماء على غير مسمياتها. هذه قاعدة وضعها المناطقة، وقالوا إن الخطأ يقع بأن تضع اسما على غير مسمى، أو تتعامل مع اسم مشترك بجميع معاني. لهذا سأسمح لنفسي أن أتحدث لكم قليلا عن الفن في اللغة العربية القديم. الفن هو الضرب من الشيء، أو الضرب من السير، ولهذا يسمون الحمارة الوحشية فنانة، أكرمكم الله، يعني هذا كلام الجاهلية. تكون نعامة طورا وطورا، دوج الريح تنسج كل فني، كما قال النابغة، أي في ضروب سيري هاك سير هذه الريح التي تنسج في كل اتجاه. فالفن هو ضرب من الشيء، أو ضروب، أو أنواع من الأشياء. هذا هو المعنى القديم. طبعا اللغة العربية تتطور تطورا كبيرا، هناك الحقيقة الوضعية، وهناك الحقيقة العرفية، وهناك الحقيقة الشرعية، وهناك المجاز، وهناك الكناية. تمر بخمس مراحل في تطورها، وهذا التطور وقع للفقه، حتى كلمة الفقه في الجاهلية كانوا يعرفون الفقيه والجمل الذي يفرق بين النوق الحوائل والحوامل حتى يطمئن أهل الفن، لأن حتى الفقه لا أجامله. لكن بعد ذلك انتقل الفقه إلى معنى جديد، هو الفقه في الدين، هو معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أصبح الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي مردها إلى الاجتهاد. إذن الفن هو أيضا من هذا النوع الذي لم يكن معروفا بهذا الشكل، وبعد ذلك أصبح العلماء يستعملونه في ضروب المعرفة، الفنون لابن عقيل، وأصبحوا يقولون فلان يعرف كل الفنون، أي يعرف أنواع المعارف. إذن هو عبارة عن نوع من الأنواع، أو ضرب من الضروب. لكن لنصل إلى الفن بالمعنى الحديث فنحن مضطرون، لا أدري التقسيمات التي تحدث عنها الإخوان، لكن أنا عندي بعض التقسيمات التي سمعتها في ربما في فترات الشباب، من ربما تعريف أظنه لحنا الفاخوري يقول فيه أن الفن هو عبارة عن كل شيء منسجم، فإذا تعلق بحركات الجسد كان رقصا، وإذا تعلق بالكتابة كان نثرا وشعرا، والأدب، وإذا تعلق بالأصوات كان غناء وموسيقى، وإذا تعلق بالكتابة والخط بالخط كان خطا ورسما. أعتقد هذا التعريف هو الذي رسى عليه الفن. في أنا لا أعرف هذا، أرجو أن لا تؤاخذوني،
لكن على الأقل معارفي وصلت إلى هذا فقط، هذا التعريف، وأعتقد أنه هو اللي يمثل الرؤية الغربية للفن. إذا كان الأمر كذلك فهذه الرؤية للفن هي رؤية تفصيلية، وبالتالي فإن معالجتها من الناحية الدينية ستكون تفصيلية طبعا. من حيث المنطلق، هذا الدين دين جمال، والله سبحانه وتعالى وضع على الأرض لنستمتع بما فيها من الخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فما فيها من المنافع، من الروائح الجميلة، من أيضا كما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الحلية، عن البحر الذي نستخرج منه حلية تلبسونها، الجمال، أنواع الجمال. إذن هذا الدين، وكما قال الأخ، إن الله جميل ويحب الجمال، فهو مبني على الجمال، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الجمال لنستمتع به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن هذا من حيث المبدأ أمر لا غبار عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا خلقا وخلقا، وكان يمثل الجمال على وجه الأرض، وكان صلى الله عليه وسلم يحب كل جميل. فإذا نزلنا إلى التفاصيل التي ذكرنا آنفا نجد فيها جملة من الآثار والأخبار مفصلة، ونجد فيها جملا أخرى مجملة. ونحن عندما نتعامل في الشريعة مع المفصلات والمجملات لنا أيضا نحن هندسة خاصة، لا يسوغ لكل أحد أن يتعامل مع هذا الأمر إذا لم يكن مختصا فيه. وليسمح لي أخي أن أقول له أن الفارابي وابن سينا لم يكونا فقيهين، كانا عالمين جليلين بخاصة في الفلسفة، والفارابي أيضا في الفلسفة وفي اللغات وفي الفن وفي الغناء والموسيقى. وأنا أعرف بعض الحكايات عن الفارابي، يعني بقي بعض الوقت قد أتكلم عنها. فإذن قضية التعامل الفقهي هي قضية معقدة، ونحن نتعامل بآليات اصطلح العلماء على سميتها بأصول الفقه. وهذه الأصول فيها كليات وفيها جزئيات، وفيها ما يسمى بمعقول النص، وفيها ما يسمى بحرفية النص. وبالتالي هناك تعامل يتعامل به الفقيه ليضع مركبا في النهاية وليحصل منه نتيجة. المسألة ليست مسألة بسيطة غير مركبة، وإنما هي صناعة، والصناعة تقتضي تركيبا وتقتضي نوعا من الحرفية حتى يكون الإنسان صانعا أو صنعا. اللغة العربية تستعمل الصانع لمن يصنع كالمعتاد، والصنع لمن هو في درجة عليا من الصناعة، كما قال الشاعر: أو صنع السوابغ تبع. ليكون صنعا إذن لابد أن يكون عارفا بهذه الصناعة بشيء من التفصيل. طبعا الكلام عن الروحانيات والفن، لا شك أن الإنسان كما يقولون يتركب من جسد ثقيل ومن مادة شفافة ذات أشواق، وفي هذه الأشواق يقع توق الإنسان إلى الإحسان، وتوق الإنسان أيضا إلى معرفة الباري جل وعلا. لكن الدين يشمل كل شيء. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلم. ولكن هذا الشمول ليس معناه الضيق، بل هو السعة أيضا. ليس معناه أن